معنى ان انا اخترت هنا تيو اكس ان انا لازم اشتغل ترانسليشن، ممكن اشتغل روتيشن عادي، مش اشتغل على الاسلوب. ولما يكون في دايما مركز دوران في المساله يبقى اول حاجه هنشتغل على ايه؟ على الاسلوب. عندي هنا كل القوى دي هتم العزل حوالين مين؟ حوالين مركز دوران. انا اقدر دلوقتي اطبق نيوتن بتاع الزوم اللي هو ايه؟ اللي في العزوم سمشن المومنت الانيرشن بيساوي سمشن المومنت ايه؟ في السيرنا في نفس الكلام ده اللي هو الانيرشن. الانيرشن ده بيجي منين؟ دلوقتي نرسم بقى في كل دايجرام. خلي بالك كمان انا برسم الكولا الكولا اللي قدام كده. انا كنت عايز ان يكون من الدراسه مش كده؟ ليه؟ عشان انا اشتغل على اكس
كنت اشتغل على سيرفر دوت كنت محتاج ايه؟ محتاج جيم. بص هنا كده ليه؟ عشان اصلا ام فما اتضربتش في حاجه ولا اتقسمت على حاجه، لكن ده عشان هو واقف كده اصلا بيكتله جرام في عيد التربيع اتقسمت على كام؟ على ارض الربيع، عشان كده دي بيكتله جرام بس. ده ينفع تجمع على الام عشان كده كلها مش هنفع دي. ممكن الجزء بتاع الام اللي تحت احنا هندسه انت وصلنا هنا تمام خلاص، شلت بعد كده الاكسات والستات دي خليتها كلها بيكس اللي هو كيو اللي انا مختاره تمام. لما احنا جايبينها طلعنا العلاقه كده، فبقى ده الشكل النهائي. ايوه احنا قسمنا على ار عشان بس كنا عشان الار مشتركه فيهم، احنا خدنا الام دي عشان في كتله تمام. ازاي دي بقى؟ احنا هي المعادلات بتوصل لكده في النهايه، انت مش هتعمل حاجه، بس خلي الصيغه عادي والشكل احنا وصلنا له، ممكن نسيبها كده عادي، ممكن نسيبها كده بس من باب تقسيم الشكل بس. من ممكن نقسم على الارض، نقسم على الارض تقول من هنا وتقول من هنا، ولما نقسم على هنا تبقى برضه تربيع عشان دي تتقسم على الارض. ايوه فكيت السيتا، احنا فكينا السيتا وفكينا اكس ال تمام عشان نخليها كلها اكس بس. فباكد بس على معلومه ان الام هنا ما كانتش مضروبه في حاجه ولا مقسومه على حاجه، عشان انا اصلا عايز الكيلو جرام، عايز في النهايه ام بكيلو جرام. دي كانت اي، كانت اصلا بكيلو جرام في متر تربيع، لانها مقسومه على كام؟ على الارض تربيع اللي هو متر تربيع يعني، عشان في النهايه برضه تبقى بكيلو. طب هي مش الاي دي اصلا تبقى ليها قيمه؟ يبقى ليها قيمه صح؟ سواء سواء كلام سواء قيمه، فانت عارف ان ده بس ممكن تفنش بكيلو جرام في الاي. انا في المسائل لازم افك الاي ولا اسيبها؟ لا هنا مش هتفكها لان هو مديها لك كدفش. تمام لو كان مديها لي ام بقى وانا احتجتها هنا هضربها في سيرك كنت هخليها جي او اي هفكها بس مش هفكها هنا لان انا اصلا جبت. يبقى ادي الايه؟ الايكويشن شكلها الايه؟ الاي ام زي الاي يعني 4 ناقص اكس بالظبط زي كيف اكس بالظبط. تعالى نحلها كده بالطريقه الثانيه مثلا، نحلها بالجبر ما قلنا مش هتطبق الاربع كور كل مره على كل مساله، هتطبق بس مع الدكتور. تعالى احنا عايزين نحلها بالجزء وطبعا انت ليك حاجه تحل باي حاجه لو فكرتها في ازمتك، ازمتك ان انت لازم تلتزم بالطريقه دي. حاجه الكوبرا ده بيقول ايه؟ هتعمل عليه الطريقه على ان احنا عارفين ان الكوبرا اصلا عامله ازاي، انا عارف ان ده نوع من انواع السيستمز، ده فري دامبت سيستم فري، ليه؟ مفيش اكسترنال فورس ولا اكسترنال بومب، وعلى دامبت دي مفيش دامبت، فانا عارف ان الكوبرا مفيش مشكله. لو انا هشتغل على اكس، لو انا هشتغل على اكس هتبقى عامله كده، تم الكوبرا بتفضل كي كوبرا 6 فاروح اجيب الام كوبرا، اروح اجيب الكي كوبرا واحطهم في المعادله. طيب يعني هنا مثلا قلنا ان انا ممكن الاقي اكس سبرينج واحده، مش بقدر ان انا الاقي سبرينج واحده في المساله، بتبقى قيمتها كام؟ بتبقى قيمتها هنا كيكس على الاثنين، دي اصلا مسموها دي صح؟ لا مش ما هي كتله في عجله قوه وكيف اكس قوه برضه، دي كيف اكس على الاثنين يعني في نص اكس. ايوه في اكس على في كي على الاثنين، اكس على الاثنين معلش اكس على الاثنين، واحنا قلنا هنضرب هنقسم على الاثنين. ايوه على اربعه بلاش، لان احنا اصلا قسمنا لان احنا بنقسم على الاثنين، احنا قسمنا على الاثنين لان هنا كان في اثنين من لا هي اصلا الدنيا انت ايوه اربعه هنا واربعه هنا. هقول لك ليه من هنا دلوقتي؟ انا دلوقتي ممكن الاقي سبرينج واحده في المسار، هديك تقول مثلا ايه؟ سبرينج واحده يبقى كيف اوبرا كده؟ تقول كده احنا طلعناها كيف اوبرا مثلا كان اربعه عشان كده كان كي على اربعه، بس انا كيف اوبرا انت بتعمل كي على اربعه مش بكيف. ليه بقى الكلام ده؟ لان بيعتمد على محور الحركه اللي انا واقفه معاه. انا دلوقتي مثلا هنا اخترت الكيو بتاعي باكس، الكيو دي اصلا ما بتتحركش باكس، بتتحرك باكس منين؟ يبقى لا يمكن ده يظهر لي في الفاينل انسر بتاعي في النتيجه النهائيه ان كي كوبرنت بكي، لا لازم يبقى كسر من كي او اضعاف الكي. تعالى نشتغل كده والله الكيو بتاعي هو اكس برضه زي ما احنا شايفين. طريقه الكلام بتاعتي انا عايز اجيب دلوقتي الام كوبرنت. الام كوبرا تجيبها ازاي؟ كي انرجي طب انرجي كينرجي كينرجي انرجي كوبرا تساوي سمشن كي انرجي كينرجي كوبرا كنا شغال على اكس يبقى نص ام كوبرا في اكس سكوير هيساوي، هات لي بقى كل الكينرجي انرجي اللي هنا الاقي كل اللي اتحرك ترانسليشن اهو يبقى كام؟ يبقى نص ام
بعد كده احول الكلام ده لاكس يبقى لي نص ام كور اكس سكوير يساوي نص ام في الاكس سكوير كور ده مش حاجه تفهم ازاي نص اي مش مكعب وفوق السين السين ده كام بقى يبقى اكس سكوير على 4 مره اكس هنا كده يبقى لي جمله في الكام انا نص سكوير ده يعني اكس من هنا ومن هنا ومن هنا بقى ام زائد اي على 4 مره اكس سكوير هو لازم يطلع طبعا زي هنا تعال نجيب الكي كوفرنت بقى عايز اجيب الكي كوفرنت في الورقه الكي كوفرنت اجيبه ازاي تبقى نص انرجي بالبنش انرجي كوفرنت يساوي نص كي سمشن البنش انرجي يبقى نص كي كوفرنت في اكس سكوير هيساوي هلاقي انا عندي سبرينج واحده اهي نص كي بكام في اكس 2 سكوير يبقى نص كي في اكس تربيع على 4 عشان هي اصلا في اكس على 2 هنا كده طلع كي كوفرنت بكام على 4 يبقى ما تيجيش بان سبرينج واحده او كتله واحده في المساله يبقى اقول ام كوفرنت الام او كي كوفرنت الكي لا امشي المساله عادي عشان احاول الحركه بتغير طبعا اخد بقى كي كوفرنت اضربها في اكس اخد الام كوفرنت اضربها في اكس بالظبط وارجع قبل ما ندخل على المساله الثانيه المساله رقم 2 بس احنا كنا عاملينها كي صح؟ وبعد كده جينا قلنا كي ضابط ما ينفعش تبقى لان كي دي بتتحرك اصلا في اكس الدنيا انا شغال على اكس كي دي لو انا شغال على اكس دي بتتحرك كي دي لو انا شغال على اكس لا كده يبقى كي دي بتتحرك جزء من الحركه الاكس ممكن بقى جزء منها او اضعاف يعني ممكن في حاجات ثانيه الاقي تبقى توصل واحده بس الكبر اللي بتاعها ب 2 كي مثلا ثانية نشرح حاجة كنا قلناها السنة اللي فاتت حاجة اسمها الستاتيك ديفليكشن معلومة مهمة برضه احنا قلنا في البداية خالص ان السبرينج وصفاتها الأساسية ايه؟ انها بتستور البوتنشال انرجي والماس الكينيتيك انرجي الماس أحيانا يكون ليها بوتنشال انرجي برضه لو ليها بوتنشال انرجي هتبقى قيمتها كام؟ معلش لحظة لسه بعد في حاجه مش قلت احيانا يكون ليها بوتنشال انرجي امتى بقى يكون ليها بوتنشال انرجي لو ليها بوتنشال انرجي اصلا هتبقى قيمته كام؟ ام جي اتش كلنا عارفين ده ده انا لما امسك اي كتله هي كانت قيمتها وارفعها فيرتيكال كده بتكون اكتسبت جواها بوتنشال انرجي لان انا لما امسكها بايه؟ تتحرك لان لسه جواها انرجي تمام؟ لكن لو بحركها هوريزونتال كده واسيبها هوش ان انت اصلا اتش دي هي كره كنا بنقول اتش دي هي كره ما كنا نقول بوكس بتساوي كي اكس على اتش دي هي فيرتيكال صحيح هو المسافه ملهاش دعوه بالديفليكشن بتاع الجسم ملهاش دعوه بالديفليكشن بتاع السوستم انا دلوقتي بتكلم على كوتل مش بتكلم على سبرينج تمام بتكلم على ان الجسم ده انا اديته هندسه فيرتيكال كان في الوضع كده واديته فيرتيكال هايت كده خلاص مش ديفليكشن جوه الجسم نفسه لا الجسم اتحرك كله على بعضه من نقطه نقطه فيرتيكال فكده جوه انرجي بدليل ان انا لما بسيبه بيرجع يرد لي الانرجي ده فبيه بيتحرك لكن لو انا حركت ده هوريزونتال كده من مكان لمكان هو ما اختزنش بتنشئ انرجي اصلا مش صح لان الموضوع قايم على الجاذبيه قايم على الوزن قايم على ايه على تاثير الشيء احيانا بقى الفايبريشن هنا يبقى الجسم بيعمل فيرتيكال هاي ومع ذلك ما وجدلوش برضه بوتنشال انرجي طب ليه او ازاي وامتى الحالات دي؟ في حاجه اسمها السيلف ديفليكشن دلوقتي لو انا كده هعمل سبرينج السبرينج هو ادي كده ما عملتش فيه اي حاجه لسه المفروض ان الكي دي ليها ايه؟ ليها كول ستاندرد صح؟ وهي مش متحمله خالص طيب جيت من الخطوه اللي بعدها ورحت خدت السبرينج ورحت معلق فيها كوته كده فحصل
حصل له ايه استقرار الجزء ده سمينا احنا ايه ديلتا ستابل ريفليكشن يعني حصل. طيب وادي الام جي طالما حصل ريفليكشن جوه السبرينج يبقى لازم نشا جوه رد فعل لان السبرينج دايما بيقوي يحصل فيه ريفليكشن رد فعل ده هيكون له كام كي لان ستيفنز ريت كام الريفليكشن اللي حصل هو ديلتا ستاتيك. هل ده فايبريشن؟ لا ليه حركه مكثفه عشان اوفر فيش رقمين بس مش ثلاثه احنا قلنا المفروض الفايبريشن ايه اس ده موجود ستورينج فورس هو السبرينج ده موجود وانزايت حاجه ثانيه انا مجرد ان انا علقت الكوته كده عملت الصداره وشلتها ما حركتش الفايبريشن الفايبريشن يبدا امتى بقى يبدا في الخطوه الثانيه الخطوه الثالثه اللي انا ايه ادي السبرينج وادي الكوته وادي الستاتيك عادي وهنا ام جي ورحت بقى مديله اكس عشان يبدا يعمل بقى الفايبريشن بتاعه لما اضرب جوه الاكس ده يظهر جواه بقى ايه ريفليكشن جديد اللي هو خيمته اكس بيعمل رد فعل جديد اسمه ايه؟ كيف اكس. تعالى هنا الاول الحاله دي ستاتيك اصلا صح؟ الحاله دي عندي قوتين عكس بعض متزنتين في الواقع ده بيبقى عندي ال ام جي بيساوي كام؟ بيساوي كي في الدلتا ستاتيك كل فعل رد فعل بيساوي له في المقدار وده له في الاتجاه او المتر بتاع المتر. طب تعالى هنا ده هنا الفايبريشن بدا انا بقى اقول ان سميشن الاف الانيرشيا مستوى سميشن الاف ايه؟ استلم عندنا حركه الانيرشيا جه من ايه؟ جه من ام في اكس لو فين الاتجاه الموجب اللي هو في اتجاه الاكس واي حاجه عكس السالب هيساوي فين الاكسترنال بقى؟ قال ام جي موجود اهو يبقى كام؟ الموجب ده ولا بالسالب؟ موجب هو نازل مع الاكس عكس الاتجاه يبقى دي ام جي ولا عكسه ايه؟ ايه؟ انت ستاتيك وعكسه برضه ايه؟ طيب ام جي ناقص كده انت ستاتيك ده انا لسه في الخطوه اللي قبل منها ايه؟ ان هم بيساووا بعض اصلا وهنا بيساووا بعض وعكس بعض في الاشاره يبقى دول ايه؟ طيروا بعض فالمعادله صفر على ام اكس دوت زي كيف اكس بيساوي صفر يبقى كان الوزن طار من المساله كان الوزن طار من المساله لو الوزن طار من المساله يبقى انا قيمه ام جي بقى اصبحت مش موجوده يبقى الطبيعي مش هلاقي ايه؟ مش هلاقي التنشن انرجي للكتله يبقى انا هنا عندي حالتين هبص الاول على المساله واشوف هل الجسم كان مأثر على السوست قبل الفايبريشن ولا لا؟ مأثر على السوست قبل الفايبريشن ولا لا؟ لو لقيت الجسم او الكنت دي مأثرة على السوست قبل الفايبريشن يبقى الستات الديفليكشن دي موجودة. يبقى الستات الديفليكشن دلوقتي دي كده موجودة. لو هي موجودة يبقى الويت مش موجود. لو الستات الديفليكشن لو الستات الديفليكشن ظهرت في المساله يبقى الويت مش موجود. طب لو العكس لو الستات الديفليكشن دي مش موجوده يبقى الويت ماله؟ موجود. طيب لو الويت موجود يعمل لي بقى هنا كده يبقى في ام جي الام جي ده يظهر في المسائل كفورس او كمومنت لو انا بحل بنيوتن او يظهر لي لو انا بحل بالاكويفالنت حاجه زي كده يظهر لي كام جي اتش يعني يعمل بوتنشال انرجي ويدخل مع السبرينج في بوتنشال انرجي. طيب لو هو مش موجود خلاص يبقى لو انا بحل نيوتن مش هدخله معايا كفورس ولا كعزم ومش هدخله معايا كبوتنشال انرجي. اعمل الكلام ده ازاي؟ ابص على الكود ده قبل الفايبريشن يعني قبل الفايبريشن يعني قبل ما ياخد الاكس جت في الحاله دي. الحاله دي ما كانش لسه خد اكس صح؟ ما خدش اكس ولا سي يعني خد الفايبريشن. طيب ابص مثلا على شكل زي كده. تعال بص على شكل زي كده لو هو دلوقتي انا جبت السيستم ده ورحت معلق الكود بقول لي هيت ورحت معلق الكود ده. خلي بالك لسه ما اديتش فيه مني اي اكسات هي من الفايبريشن زي ما هو مجرد معلق الكود دي اللي هيحصل لازم الكود دي هتلف شويه صح؟ غصب عنها وتقوم شاده السبرينج يبقى السبرينج نشا جواه ستاتيك ديفليكشن. خلي بالك لسه انا ما خبطتش ده وبدا يعمل الفايبريشن بتاعه ده مجرد ان انا علقت الكود ده راح شاده السوست لما شاده السوست عملت ايه؟ عمل الستريك ديفليكشن، الستريك ديفليكشن عادي تاثير الوزن وراحوا واخدين بعض كده وخارجين بره المعادله خالص. عشان كده لو انا شغال هنا ما دخلتش مثلا على جروب العزوف ما قلتش فيه هنا ام جي. مع ان هو في هنا ام جي. في يعني الوزن مش اختفى اللي هو اختفى من الوجود، لا ده تاثيره بس اللي اختفى من المعادله. عشان في قوه ثانيه عدلته فبدل ما اكتب الاثنين مع بعض وبعد كده اطيره خلاص ما بكتبهمش من الاصل. فهنا كان في ام جي ما دخلتوش ليه معايا في الاعتبار وانا بحل بنيوتن؟ لان هو تاثيره اختفى قصاد الايه؟ الستاتيك ديفليكشن. طيب لو انا بحل بالايكوفالنت هنا كنت بحسب بوتنشال انرجي هنا كده صح؟ بوتنشال انرجي كان ممكن اقول ده كده لما يتحرك هيتحرك من هنا لهنا ادي اتش هنا
عملتلوش برضو ليه ام جي اتش؟ عشان برضو الام جي نفسه ماله تاثيره كده. طيب لما اجي مثلا على شكل زي كده ادي سبرين وادي من دول ادي كي والمنيون ده هيعمل سيتا على كده. بص كده على الشكل ده قبل الفايبريشن، يعني ايه قبل الفايبريشن؟ يعني قبل الاكزايتر، قبل الانيشال كونديشن، قبل الاكس او السي اللي هو كان في الورع الفيرتيكال كده. هل ده كده مثلا على السوس ده شالتها او ضغطها؟ لا، يبقى ما عملش ستاتيك ديفليكشن، يبقى الوزن موجود. يبقى دلوقتي لما اجي احسب بقى بعد الحركه انا اقول لا ده في ام جي هنا، وانت بتحل بعزوم احسب لي ام جي، ولو انت بتحل بانرجي يبقى في ام جي اتش اللي هو الفيرتيكال هايد اللي هو الارتفاع. هتقول لي ده هو لما يعمل سيتا هيأثر؟ طبيعي ان هو لما يبدا يتحرك لازم يأثر على السيستم، السيستم اصلا متوصل ببعض. لكن انا بتكلم على خطوه قبل الاكس او قبل السيتا، ماشي؟ يبقى ركز في المساله هنا. طبعا احنا شرحنا المساله دي ما دخلتش معايا الام جي على طول، لكن تعالى بقى بص على المساله اللي هي رقم 2. القانون ده على فكره انتوا عارفينه انتوا طبقتوه في اعدادي بالفعل. فاكر لما اللي هي الحاله دي يعني الام جي بيساوي الكي في السبب، فاكرين القانون ده؟ كنتوا بتحسبوا منه اللي هو الاوكس لو، كنتوا بتحسبوا منه في اعدادي الكي بتاعت السبرينج يديك شويه كودل. انا ما اعرفش الاستيفنس بتاعت السوستم، فاجيب كودله واعلقها في السبرينج، هو من هنا كده الكي هيساوي الام جي اللي انا علقته على الديفليكشن اللي حصل، وهو مسجل ديفليكشن. اجيب كودله ثانيه واعلقها وهو مرسم علاقه، يبقى الميل بتاعها عباره عن الايه؟ الام جي على ده يقوم مطلع لي الاستيفنس بتاع السبرينج لو انا ما اعرفش الاستيفنس. شوف المثال رقم 2. اللي هو ضرب بيها بالفعل اي حاجه هتحاول تلففه العكس تبقى سالب.
فلاقي مثلا البامبر كده بيعمل ايه؟ يحاول يلف العكس من عكس هو بيدور كده، الفرس دي كده هو ده مركز دوراني بيحاول يدور بكده، نفس الكلام ده هنا بيحاول يدور بالعكس. يبقى كام؟ يبقى سالب كي اكس كي او تحت في كام؟ في اكس واحد دي فرس اضربه بزراع العزم لازم كام؟ 3 ل على 4 مسج زراع العزم عشان دي فرس واحد في ممكن ناقص برضه ايه؟ سي في اكس 2 بوت في كام؟ 2 على 4. هل في حاجه ثانيه بقى؟ هل في جسدنا فرص ثانيه؟ الوزن ان بقى الام جي هنا ما تغيرهوش من المساله ليه بقى؟ علشان والله ده انا هو اكبر بنت كان كده قبل اي سيتا ده ضغط السبرينج ولا شويه حاجات وذلك الدمبر مش مؤثر على السبرينج ولا على الدمبر. فهنا ما عملش سيتا ديفليكشن اصلا، هو هيأثر على السوسن بس لما يبدا يدور، لكن في البدايه ما كانش في سيتا ديفليكشن تمام؟ فبناء عليه يبقى ايه؟ يبقى الوزن موجود. الوزن ده انا بحل بنيوتن دلوقتي بيدخل معايا كفورس يعمل مومنت عادي ماشي، ولما اجي احل بالطريقه الثانيه دلوقتي يدخل معايا بالانرجي ماشي. طيب تعالى نحسب بقى الام جي هنا هيعمل ايه. الام جي هنا المفروض ان انا احلله الكومبوننت واحد في الاتجاه ده واحد في الاتجاه ده، اللي في الاتجاه ده مش هيعمل معايا ايه؟ مش هيعمل معايا عزم، لكن ده هيعمل. طب ده طبعا دي زاويه سته اهي مش كده؟ صحيح. يبقى انا كده هاخد ايه؟ ام جي في كام؟ صحيح. وساين سيتا. يعني تقدر تقول ام جي في سيتا على طول بما انها زاويه صغيره وساين سيتا تبقى سيتا والكومون الثاني خلاص اختفى. طيب حازم ده بقى هو ولا سالب؟ سالب خالص عشان هو بيحاول برضه يقاوم السيتا اصلا. يبقى كام؟ يبقى سالب ام جي في كام؟ خلي بالك بقى في زراعه في سيتا ده كده الايه؟ ده كده اللي هو الفرصه نفسها اضرب في زراعه العزم اللي هي بقى المسافه دي اللي هي بكام بقى؟ هي المسافة من نقطة التعليق لمركز الصفر. أصلا المسافة دي كانت بتقل على 3، فأنا عارف إن مركز الصفر نفسه على بعد إلا على 2. يبقى اللي بينهم ده اللي هو إلا على 2 ناقص إلا على 3 اللي هو بكام؟ بيقل على 6. بس الكلام ده في إلا على 6. ماشي؟ كان هنا كده ده مركز الصفر هنا. المسافة دي كلها إلا على 2. الحتة دي بتعلق على بعد إلا على 3 يبقى اللي بينهم ده بيقل على إيه؟ على 6. دي إلا على 4. إلا على 4. ماشي 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 ونحول كل المحاور المحاور احنا ايه اخترناها كده ايه من هنا كده تعالى نودي للحركات بتاعتنا ايه الاس واحد بكام؟ 3 ايه 4 سيتا اكس بي بكام؟ 70 على 4 بكام؟ تعالى بقى نفك الجي عشان انا مش جايب هو ما يعرفش ايه الجي اللي انت بتقوله دي ده انهي حاله من حاله الرودر؟ الرودر النقطه رودر السلندر بالاس كده معناه ان هو رد الدور يعني مش سلندر ماشي. ما هذا الرد الدور ما هي الحالة الثانية هو يدور حوالين مطار السلندر كده يبقى كان يبقى ايه؟ زي في المسافة بين المحورين اللي هي على في سيريال الردود اللي انا اصلا عايزها ماشي؟ يعني اللي على كده بعد اذنك يعني ده اللي على 4 دي اللي احنا خلينا على 16 طب انا مسافه بس للاسف انه خدها الفيرتيكال خدها الهوريزونتال كده السنتر جرافيتي في النص صح هو متعلق بالهنا فانت بتاخد المسافه اللي ما بينهم اللي هي اللي على 4 اللي بين مركز التعليق السنتر اوف روتيشن والسنتر اوف جرافيتي بس نفس الكلام هنا السنتر اوف جرافيتي في النص السنتر اوف روتيشن هنا فانت بتاخد اللي هي المحاور مسألة المحاور المتوازن اللي احنا قلنا عليها في أول يا إما يكون بيدور حوالين السنتر جرافيتي أصلا يا إما يكون بيدور حوالين نقطة ثانية غير السنتر جرافيتي لو بيدور حوالين السنتر جرافيتي كان هيبقى يمكن اللي تربيع على 10 بس طب عشان هو في مركز ثاني غير المركز الصغر هو مجمع عليه بقى الكتلة في مربع المسافة المسافة بين على 4 بين إلا تربيع على 16 الكلام ده بقى إيه زائد هل هنا كده ده يبقى سي
اكس 2 بقى بكام؟ كام اكس 2 بيقل على 4 بيقل على 4 صح؟ بيقل على 4 كمان ايه؟ بيقل تربيع على 16 في سيلو زائد كي في 3 ال على 4 في اكس 1 في اكس 2 في اكس 1 بقى ايه؟ 3 ال على 4 برضه اكس 1 يبقى 9 ال تربيع على كام؟ 16 كل ده في سيتا زائد ام جي ال على 4 في سيتا اكس 1 لما نيجي تجيب الصوره كده خلاص تاني كده الجي ايكوبلنت وادي هنا كده السي ايكوبلنت خلي بالك السي ايكوبلنت بتورش عشان دلوقتي انا شغال على ايه؟ على سيتا ما بقاش سي بس اهي ما عملناش المساله كانت ايه؟ كانت سي بس ما اقولش بقى ده انا نمبر واحد في المساله يبقى السي ايكوبلنت بتساوي سي لا السي ايكوبلنت طلع بكام؟ السي في ال تتباع ل 16 ليه اختلف كده؟ عشان محور الحركه اللي انا اخدت سيتا ما اخدتش اي اكس طيب هنا تلاقي بقى هنا لو انا اخدت سيتا مشترك كده الاقي 9 كي ال تربيع على 16 زائد ام جي ال على 4 بص كده كل ده كده بقى ايه؟ بقى الكي كوفرنت بتخش شوف الام جي دخلت فين؟ ظهرت مع السبرنج ظهرت مع الايه؟ لانها مضروبه في سيتا عشان كده برضو احنا بنقول لما اشتغل بالانرجي لا داخله مع السبرنج فبتدخل معاها في البوتنشال هو تأثير زي ما هتعمل كينيتيك انرجي هتعمل برضه بوتنشال انرجي. هو لو احضر اللي عرفت حضرتك الروت كان سنتر اوف جرافيتي بتاع كان شيء اخوان. كان ايه؟ يعني سنتر اوف جرافيتي بتاع الروت هو ده محور الضرب ده. ماشي كلام شيء اخوان ولا لا البلوزن البلوزن موجود برضه. الام جي سي بقى ده الانجليش. معلش. يعني انت دلوقتي بتقول دلوقتي ان هو متعلم من هنا صح؟ انا حتى لما اجي اتحرك انا اصلا ان الام جي نفسه ايه اتحرك لان النقطه دي ما عملتش اصلا اي اتش لو هو متعلق بمركز الظهور ما جاش مش هيعمل عمل ام جي اتش هو في ام جي بس ما عملش ايه اتش وبرده لما اجي اتحرك ما يعملش معايا مومنت يعمل مومنت في المايكرو في السيتا خلاص تعالى نحلها كم بكام؟ كم اكس واحد
اكس 1 سكوير. طيب بعد كده بقى زائد ام جي اتش. نرسم بقى ده واحده كده دلوقتي لما نيجي بعد كده الخطوه اللي بعدها ان انا افك الاكس ده من دلاله السي ده واحتاج افك الاتش من دلاله السي. هجيب بقى السايز اتش دي. تعال نرسم كده الرد ده من نقطه التعليق لحد ايه؟ لحد سنتر الجرافت ده اللي يهمني دلوقتي. من مركز الدوران لحد مركز الصفر. المسافه دي بكام؟ بيطلع على 4 مش كده؟ جه هو اتحرك عمل كده. انت عايز الفيرتيكال هاي. انت بتاخد الاسطوانه بتاعتك كده انت عايز الحته دي دلوقتي دي هي الاتش اللي جنبها دي. هحسب الحته دي ازاي؟ انا اقول والله مش هتعمل ده كله ايه على 4 وده مش كده فاهم؟ انا 4 مش كده؟ ولسه ده نفس الرد ونفس الجزء اللي ضاعه يبقى الاتش دي هتساوي كام؟ هتساوي ايه على 4 ناقص الحته دي، الحته دي بكام بقى اللي جوه المثلث؟ عباره عن 4 كوزين سي، يعني كوزين سي ده عباره عن مجاور اللي هو الحته دي يعني مثلا سميناها واي مثلا على ايه؟ دي على الوقت اللي على 4 دي تقريبا لها حاجه محفوظه على 4 سنتي. نعم لها حاجه محفوظه تقريبا يبقى دلوقتي الاتش بيساوي لنا على 4 ناقص لنا على 4 كوزين سي. مش الكلام ده يساوي لنا على 4 واحد ناقص كوزين سي. كوزين سي ده بما انها زاويه صغيره بس ما اقدرش اقول انها صغيره اقدر اقول انها تقوم بالصفر. لكن هيبقى كوزين صفر بكام؟ واحد مصحح بصفر كانك ما بتعملش فكان اصلا ما عملتش حرك سوى مكان فما ينفعش. فالزاويه الصغيره ديت كنا بنقول فيها ان ساين سيتا قد السيتا والكوزاين سيتا المفروض ان لعبه كنت اقول كده ان واحد ناقص 6 دي على قوس 2 وبقى ناقص 6 قوس 4 وقوس 4 وهكذا. اللي بعد كده اللي بعد ده كده كله قيم صغيره قوي ليه؟ لان انا عشان اقسم على كتير 4 فاكر بقسم على كام؟ على 4 في 3 في 2 في 1 وبعد كده 6 في 5 يبقى المقام ده كبير قوي والزاويه اصلا بطبيعه الحال صغيره يبقى المقام متناهيه الصغر خلاص بقى انا كافي كده بس اللي هو 1 ناقص 6 ربيع على مضروب 2 اللي هو 2 في 1 يعني ب 2 يعني الكلام ده هيساوي ال على 4 المفروض في 1 ناقص واحد تحت قوس جديد بقى للكوزاين اللي هو 1 ناقص 6 ربيع على كام؟ على 2 ولا قوس 1 هنا يدخل هو يبقى 1 ضرب على 1 وده موجب يبقى يساوي ال على 4 كام؟ في زيادة أربعة عشان ما نعملش ده كل مرة بقى نعمل إيه؟ هناخد دايما المسافة اللي من مركز الصفر لمركز الدوران أشوفها قد إيه؟ وأضربها في زيادة أربعة على اتنين كل مرة ده ده السنتاج بتاعه هنعمل إيه بعد كده؟ أشوف المسافة من مركز الصفر ومركز الدوران قد إيه؟ ممكن تكون بين على اتنين وتكون بين على تلاتة بين على ستة زي ما تكون بقى على حسب نقطة التعادل ماشي؟ والكلام ده هضربه في كام؟ هضربه في سيتا اربعة على ماشي؟ مش الطول كله لا هاخد المسافه مركز الثقل لمركز الدوران واضربه في سيتا اربعة على تعالى نعمل هنا كده الكلام ده بقى هيساوي نص كيلو اكس واحد بكام؟ بتسعة اللي تربيع على 16 سيتا اربعة زائد ام جي والاتش هفكها بكام؟ ال على 4 سيتا اربعة على 4 تعال بقى من كده ده نص طير من هنا من هنا الطير اللي قدامي والسيتا اهي من هنا من هنا من هنا بقى لي بقى لي كي في 9 في 4 على 16 زائد ام جي ال على كام؟ على 4 اللي هو نفس الناتج بتاع لو انا حليت هنا كمان في ملحوظه صغيره انا ليه كتبت زائد ام جي اتش؟ عشان هنا كان مركز الثقل نفسه طالع والجسم هو طالع كده بيحتسب بوتنشال انرجي. طب لو كان العكس لو كان الام جي ده نازل اصلا يعني مثلا مساله زي مسألة الشيء كده مثلا عامل ايه؟ ادي المزوره ده كده لما يتحرك هيعمل كده دلوقتي تعتبر الكتله دي مالها؟ نازل الجسم هو نازل بيخسر بوتنشال انرجي كمان الناس تركز معايا بيخسر بوتنشال انرجي تمام؟ يبقى ساعتها ايه لازم اكتبها بالسالب ده كده ناقص مش عشان انا بخسر من الانرجي بتاعت الايه بتاعت السيستم على عكس السبرينج مثلا السبرينج ما بيفرقش معاه اتجاه الحركه لو انا ضغطته بيكسب بوتنشال انرجي لو انا شديته بيكسب بوتنشال انرجي ليه؟ لان دلوقتي انت بتضرب نص كي في اكس سكوير الاكس دي مش فارق اتجاهها لانها كانت موجب او سالب الكلام ده جوه الايه؟ جوه التربيع معايا؟ يعني دلوقتي اللي ما بقولش في السبرينج اللي هو ما قلتش ان الانرجي بالسالب يعني انا في الماس
قلت انا ممكن تكون بالسالب ان هو بيصرف كيف السلندر او مش لان الاكس دي متربعه فسواء كانت الاشاره دي موجب او سالب الريفليكشن فالنينجا هيبقى دايما موجب هيبقى دايما بيكتسب سبرينج ده برضه هيكتسب لان انا مش هيدي بيروح ولو شديته بيكتسب لان هو بيرجع خلاص خلاص كده المساله دي شوف المساله رقم ثلاثه مثلا ده بنيوتن زيها سي في اكس 3 دوت في كام؟
يعني كل المسافات اللي على 4 مش مشكله. المسافات كلها على 4 مثلا، المسافات اللي على 4 وزون كل سبرينج والابس كله على 4، المسافات الثانيه كده اللي على 4 بس من هنا بقى لحد ما لحد ما تتورط بين عادتين هنا بتبقى كده على 4. عندك اللي على 2 ماوس كيو في اكس 4 في كام بقى؟ 3 اللي على 4. والخطوه اللي بعدها ان احنا ايه؟ نحاول بقى كل المحاور دي محور الاكس وسهل نوجد العلاقات هنا. احنا كده اكس 1 بجانب اكس 1 بين على 4 سيتا، اكس 2 بين على 4 سيتا، اكس 3 بين على 2 سيتا، اكس 4 3 على 4 سيتا. ماشي؟ فك كل الاكسات دي، طب بدلت الاكس وبدلت السيتا يعني وبعدين والجي طبعا هحطها مش هتبقى كام؟ يبقى ام في ال 4 على 12 زي ام في ال على 4 30. وارد برضه بدون حوار النقطه دي. طيب شوف المسألة رقم 4. الناس معايا ولا الناس تعالى؟ نحل المسألة رقم 4 ونحل لكم برضه المسألة اللي هي رقم 12 اللي هي شبه المسائل اللي حضراتكم. نحل المسألة رقم 4 الأول. طبعا دي بقى تقدر خلاص تحلها بالإكويفالنت ديت أصلا أسهل. في النص القطر هنا لا مش بأربع، بأربع أصفار.
عشان انا بحسب لحد دلوقتي لان الكتله بالنسبه لي هي السنتر اوف جرافيتي. خلاص قلنا اثار الكلام ده مظبوط في ايه؟ ولو انا خدت ده كسرعه كبيكسل هيبقى ايه؟ ار ناقص ار في كام؟ مش هيتفاعل. طيب ادي كده ايه الشكل؟ الشكل التاني هو دلوقتي بيتحرك قلنا هيعمل روتيشن. خلي بالك الروتيشن مش مقصود بيه روتيشن حوالين الفاي دي، لا الروتيشن اللي هو بيعملها هو بيتدحرج على الارض هو نفسه بهدوء بزاويه مع نفسه كده. الزاويه دي هنا بقى سيتا مثلا هو بيتحرك من هنا زاويه بيتدحرج على الارض اللي هي سيتا. فاكرين دي العلاقه بين السيتا والاكس؟ ودي بناخدها اتحرك من هنا كده هو فرض ان هو دلوقتي اتحرك ولف لحد ما الايد رجعت مكانها مكانها الطبيعي. كان ساعتها بيبقى الاكس بتساوي كام؟ اللي هو الفي الفي بيساوي لندا في الارض. الاكس اللي هو مشاع من هنا لهنا كان بيساوي الفي اللي هو الاثنين باي في ايه؟ مش كده؟ طب ما الاثنين باي ده دي زاويه اصلا يعني بشكل عام بقى لو هو ما قدرش دوره كامله او كله لان ده بيساوي ايه؟ سيتا في ايه؟ ومن هنا كده الاكس روت بيساوي كام؟ سيتا دوت اللي هي كانت بول اوف ار اللي هي الفي. القانون العادي اللي هو في بيساوي بول اوف ار اللي احنا كلنا عارفينه تمام؟ كان بيجي اصلا من حاجه زي كده في بيساوي ايه؟ اوميجا فمن هنا كده الاكس روت دي اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن في مش كده؟ مش الاكس روت دي عباره عن السرعه اللي هي السرعه اللي حطينا عليها اللي هي الفي يعني الكلام ده الاكس روت هو بيساوي اصلا في هيساوي كام؟ هيساوي اوميجا في ايه؟ اني اوميجا اللي هو بيدوب بيها مع الارض ماشي اللي هي بكام اللي هي سيتا دوت بكام اللي هنا كده يبقى الاكس دوت بتساوي سيتا دوت في ار وبتساوي برضه في نفس الوقت كام ار ناقص ار في كام وهنا كده يبقى سيتا دوت بتساوي كام ار ناقص ار على ار في كام احنا بنعمل ليه كده عشان في النهايه انا عايز انسب الاكس والسيتا اللي الجسم ده بيتحرك بيهم المحور اللي هو بيدور اللي هو الفار ودي كل القصه. يعني ممكن اشتغل عادي واقول الجسم اللي هو بيتحرك عمل نص ام في اكس سكوير زائد نص جي في سيتا دوت سكوير. بس بعد كده عايز انسب الاكس والسيتا دول لحاجه. ايه الحاجه اللي انا انسبها؟ حاجه اللي هي بتبقى جيفن في المساله فين الحاجه الجيفن دي هي الفار. عشان كده عملنا الحركه. عرفنا ده جه منين؟ قلنا الاول ان الاكس عباره عن طول قوس، طول قوس يساوي نص القطر اللي هو ار ناقص ار في الزاويه المركزيه بتاعتنا اللي هي الفار. بكده لو انا حبيت افاضل ده الاقي ده ثابت ما مش هيتغير خالص ويبقى التفاضل كله في الفاي يبقى اكس دوت يساوي ار ناقص ار فاي دوت. طيب الخطوه اللي بعدها انا عايز اربط بقى علاقه مع السيتا. السيتا دي جت منين؟ انا عارف ان الفي بيساوي اوميجا في ار، الفي دي اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن اكس دوت. تمام؟ طيب والاوميجا هي عباره عن سيتا دوت. عارفين احنا الكلام ده من زمان يبقى دلوقتي الاكس دوت بيساوي سيتا دوت في ار. الاكس دوت دي هيها دي. هي نفس الاكس طبيعي اساوي المعادلتين ببعض. فهنا الاكس دوت دلوقتي بيساوي سيتا دوت في ار هيساوي ار ناقص ار في فاي دوت. يبقى وجدت علاقه هنا بين السيتا دوت بقت عباره عن ار ناقص ار على ار سمول في كام؟ في فاي دوت. بعد دلوقتي لو انا صادفت اكس اشيلها احطها في 3 باي لو صادفت سيتا اشيلها احطها في 3 ايه؟ تعالى بقى هنا ودلوقتي انا عايز احلها بالكون رام فالكون رام تعمل تشتغل عليها على فاي المفروض المعادله تبقى كده. شيء كون فاي تبسط زائد كي كوبرا تورشن باي الكلام ده هيكون تعالى نجيب له جي كوبرا الاول. جي كوبرا ده بيجي منين؟ جي كوبرا ده بيجي منين؟ من الكاريتيك انرجي يبقى انا اقول الكاريتيك انرجي كوبرا يساوي سمشن كاريتيك انرجي كوبرا انا شغال على باي فنص جي كوبرا في باي دوت سكوير هيساوي هات لي بقى سمشن الكاريتيك انرجي اللي في السيستم اللي هو الجسم بيعمل جنرال موشن اللي هو بقى ايه نص ام في اكس سكوير زائد ايه؟ نص جي سيتا سكوير ماشي هيساوي ادي نص وام كانت جيفن بس انا عايز اشيلها واحطها في ثلاثة الفاينل الناحية عشان اعرف اطلع الجي كوبي هيبقى كام بقى؟ ار ناقص ار تربيع مضروبة في فاي دوت تربيع زائد نص جي بكام؟ افكها دي سفير يبقى كام؟ 2 على 5 خلي بالك 2 على 5 عشان برضه انا عملت الحركه دي بتاعت ترانسليشن وبعدين روتيشن فاصبح الجي حوالين صدر الجرافيك زي ما حكينا في القصه اللي قصدها.
المره اللي فاتت. يعني كان ممكن اقول انه بيعمل جيو روتيشن على طول بس حوالين الاي سي اللي هو المركز الدوران اللحظي في السايد ده الجيف هنقوله بقى بالمحاور المتوازي. طيب 2 على 5 ام ار سكوير طبعا ار سكوير لان هي القطر بتاع السفير نفسها. الكلام ده مضروب في سينا دوت سكوير اللي هي عباره عن فك الكام؟ فك الار اسرار ده تربيع على الار تربيع في قريه المنطقه التربيع. لان كده يبقى الجيف ممكن تبقى بكام؟ لما تغير بقى الانصاص دي تبقى نص من هنا من هنا تغير الفوق من هنا هنا بقى ايه؟ طبعا ار سكوير اهي مع ار سكوير اهي خلاص يبقى ايه؟ بقى ام فور ناقص ار تربيع زائد 2 على 5 ام برضه في دور ناقص ار ايه؟ يعني ممكن اقول كده ام هنا يبقى كام؟ يبقى 7 على 5 عشان 5 على 5 يعني بكام في ام؟ فور ناقص ار ايه؟ وده برضه منطقي ليه؟ انا عايز جي هنا مش كده؟ الجي دي بتبقى بالكيلو جرام في المتر تربيع هنا ايه؟ عشانها ام كيلو جرام انضربت برضه في كام؟ في متر تربيع. عشان ما تبقاش ناس تربيع مثلا يعني ممكن تضرب ار ناقص ار مثلا تربيع بس هتبقى كيلو جرام في متر مش بتكفي الناحيه دي في حاجه غلط. ماشي يبقى كده جي جبرا ضربه فين؟ في الدبل دوت. ماشي طب عايزين نجيب ال عايزين نجيب بقى الكي جبرا عايزين نجيب الكي جبرا تورشنال اروح ليه؟ الكتش انرجي هو ده بيساوي سمشن الكتش انرجي نص كي ايكوفلنت تورشنال سي في فور سكوير بيساوي كم بقى الكتش انرجي هنا؟ فرق اللي بتاع اللي هو ام جي اتش مش حاجه ثانيه اصلا تعمل الكتش انرجي غير ان هو عامل ايه؟ الفيرتيكال هايت ماشي ما عملش هنا مفيش اصلا السبرنج بتنضغط ولا بتتشد مش اي حاجه غير ان الكوته دي بتتحرك فالجرافت بترجع الجرافت بترجعها عن طريق ايه؟ عن طريق التنشن اللي هي عن طريق ام جي اتش خلاص فالكلام ده طب ده الديسك ده طالع ولا نازل او السفير طالع ولا نازل كان تحت واحنا خدنا نعرف يبقى ام جي اتش. طب عايز اجيب بقى الاتش الاتش قلنا بجيبها ازاي؟ باخد المسافه في مركز الدوران في مركز الثقه اللي هي بكام؟ اللي هي بار ناقص ار هنا ها اللي هي بار كابيتال ناقص ار واضربها في كام؟ 6 ارباع ل 6 سكوير على تبقى بقى هنا فوق عشان الزاويه اللي احنا بنتكلم عليها مش ال 6 اللي الديسك بتكون على الارض خلاص بنتكلم على الفاي وده اللي هو ده اللي بيسموه الديسك خلاص يبقى من هنا كده على نص كي بول تورشن على الفاي سكوير يساوي ام جي اتش بقى اللي هي بكام؟ بار ناقص ار فاي تربيع على الاثنين مع نص والفاي مع الفاي يبقى لك ان الكي كوبلنت بتساوي ام جي ناقص اخد الكلام ده اضرب الفاي والكلام ده يجمعه على بعض ماشي الحوار ده خلاص تعملنا عملنا ايه؟ هي القصه كلها بس في تنسيب المحاور دي طول الصعوبه يعني المسألة اللي هي نروح بقى المسألة اللي هي رقم 12 عشان اشبه مسائل المحاضرة. طبعا مسائل المحاضرة دي مهمة يعني ايه الناس المشهد دي اخر حاجة ولا انا كنت فاتح هنشوف الفوزي سنة كم؟ 3 Thank you.
الناس بقى ايه تركز معانا في المساله دي، بس تركز في المساله دي عشان هي بتيجي كذا شكل، هو كلهم نفس بس نفهم منهم حاجه خلاص. ايه بقى المساله زي كده طبعا بالوضعيه دي سهل ان انا حاجه تختصرها مع بعضها على طول، يعني انا عندي دول ايه طبعا دي ما معيش دي كي بس دي كي ودي كي خلاص، بعد اختصرهم كايه دول برر بعد اختصرهم كاسبرينج واحده اهي خلاص. قيمتها كام؟ مجموعه كانها بقت هنا في 2 كي فكان الاثنين برر، ودول سيريس مع بعض 4 دول 4 كي لما تجمعهم على بعض سيريس دول اسبرينج واحده قيمتها كام؟ 2 كي، لو واحد على كي كوبرنت بس واحد على 4 كي بس 4 كي بيطلع لك من اي كيك معاهم كده لما تحسب بعد كده يبقى خلاص هيبقى كام؟ كانها سبرينج واحده قيمتها 2 كي. خلصنا الاثنين خلصوا بعد كده نعمل ايه بقى؟ دلوقتي الام دي اتحركت باكس ماشي؟ السبرينج اللي هنا السبرينج اللي هنا وليكن اتحركت باكس واحد، واللي هنا وليكن اتحركت كده باكس اثنين. مشكلته كلها في المساله هنا ان هو برضه يعرف ينسب اكس واحد باكس اثنين لاكس، مش احنا بنعمل كده كل مره وهو ما يعرفش اكس واحد ولا اكس اثنين، هو عايز كله بدلاله اكس زي ما في المساله اللي قبلها كان عايز كله بدلاله فاي اللي هو الجبر. ده وجه الصعوبه اللي في الموضوع. هنا نفس القصه، انا لو عرفت اكس واحد دي بتساوي كام، هو انا اصلا لو انا عايز احل دلوقتي من هنا فانا اقول في البوتش انرجي ايكويفالنت مثلا بتساوي سمشن بوتش انرجي فيبقى نص كي ايكويفالنت في اكس سكوير هيساوي نص كي اللي هنا في الاكس بتاعي بتاع سكوير زي نص كي اللي هي الاكس بتاعت سكوير، بس هيبقى بقى اكس 2 واكس 1 قيمتهم كام من الاكس؟ ادي كل الايه الصعوبه اللي في الموضوع. افكرك بحاجه قبل ما نخش نحل المساله دي، لما كنا بنيجي مثلا لما كنا بنيجي في الايس في البيو روتيشن، يعني جسم بيعمل بيو روتيشن دلوقتي وانت عايز تحسب سرعه اي نقطه، طب بتبقى سرعه اي نقطه عباره عن ايه؟ مثلا عايز تبقى بروح دي دي عباره عن ايه؟ بعد بعد المسافه. طب لو انا قربت شويه مثلا يعني على بعد نص سرعه مثلا عايز ابقى اجيب سرعه دي اجيبها بكام؟ هيبقى اوميجا فار على 2، انا بقول ان كل ما اقرب وكذا لحد ما نوصل لمركز دوران هو كان بيبقى سرعته كام؟ كان بيبقى بصفر عشان بيبقى مش قاب اصلا فبيبقى ايه؟ طيب مثلا اما كنا بنيجي في الحاجات اللي هي بتعمل جنرال موشن زي المره اللي فاتت وقلنا الديسك ده هو بيتحرك على الارض كده، كنا بنقول كنا بندور على مركز الدوران اللي قلنا ان هو بيعمل دوران لحظي حول النقطه اللي هنا كده سميناها اي سي، فاهمين؟ طب انا دلوقتي حددت ان ده الاي سي اللي هو مركز الدوران اللحظه، يبقى ساعتها لو انا عايز اجيب سرعه النقطه دي كانت هتبقى بكام؟ هنقسمها لحد نقطه الدوران كانت هتبقى بتساوي من ميجا في 2 ار اللي هو القطر كله. طب عايز اجيب سرعه النقطه دي هتبقى بتساوي ار وهكذا، عشان انا عرفت ايه مركز الدوران ده. هنا كده لو تفتكروا المره اللي فاتت قلنا ان ده الاي سي عشان ساعتها الارض كانت ما بتتحركش عشان كانت الارض ثابته، انما قلنا لو مثلا انا جيت على حاجه زي الراك والبنيوم، الراك بيدور اللي البنيوم بيدور لكن الراك اللي تحت منه مش ثابته ما بقتش ارض ثابته، فبقت اصبحت سرعتها مش بصفر فاصبح ما ينفعش يكون ده مركز دوران. امال فين مركز الدوران؟ كان بيبقى في نقطه على الخط ده كده بس انا مش عارف هو فين بالظبط، والله لو عرفت فين مكانه هنسب ليه واضرب اوميجا في ار، ار بقى ساعتها اللي هي المسافه لحد مركز الدوران. انا لو عرفت مركز الدوران هيبقى الموضوع ايه سهل خلاص، الموضوع بسيط. انا لو عرفت مشكله بقى المساله دي ان انا لما اجي على ديسك زي ده كده الاقي الديسك ده الحركه بتاعته من الصراحه هو اتشد من هنا لما نزل من هنا شويه، لو انا كده رسمت الخط ده كده هلاقي ان هو طلع من الناحيه دي اتحرك عمل كده. بص كده على بص كده ده مركز الدوران هنا، اصل المركز بتاع البولي نفسها انت عارف لو كان ده مش ده لو كان ده على واير عارف لو كان ده على واير مش على سبرينج ما كانش يبقى كان يعمل كده، المفروض مكانه كده يبقى هنا كده ودي مركز
مثلا فين اتحرك هنا وباقي مركز اتغيرت في النص بالظبط. لكن ايه اللي حصل هنا ان السنتر نفسه اصلا ولا بشد البولي بتشد اتمط مع الايه مع السبرينج، فالسنتر نفسه اتحرك، السنتر نفسه اللي هو هنا كده اتحرك خلاص، ما بقاش ده مركز الدوران دلوقتي. ليه؟ لانه بيتحرك ما بقاش سرعته دلوقتي بصفر. بس معايا؟ فانا دلوقتي كانه هو اتحرك من هنا، اتحرك من هنا، عمل الشكل ده. نقطه التخاطب اللي هي مركز دوران، بس انا مش عارف هي على بعد قد ايه، انا ما اعرفش دي بكام بالظبط، دي ما بقتش بأربع، ما بقتش بنص قطر، بقت بكسر بس انا مش عارف هو بكام، ودي بكسر بس انا مش عارف هو بكام. فعشان هو يحل المشكله دي، عشان هو مش عارف فين مركز الدوران، بيعمل حاجه بقى اسمها السوبر بوزيشن. السوبر بوزيشن اللي هو بيتخيل كيف الحركه دي، اللي هو يتحرك هنا شويه ويتحرك هنا شويه، تقول لك لا انا هفترض ان هو اتحرك في ناحيه واحده بس كل مره، يعني عمل كده، الكلام ده هيساوي كده، كانه عمل كده يا شباب، كانه اتحرك من هنا بس والناحيه دي ما اتحركتش، فاصبح ده مركز دوران. ماشي؟ وبعدين عمل كده، اتحرك من هنا بس ما اتحركش من هنا، ايه اللي ده مركز دوران. خلاص؟ طب والحركه بقى الحقيقه فين؟ الحركه الحقيقه لما حصل دول مع بعض. ماشي؟ يبقى هو السوبر بوزيشن ده بيفصل الحركات عن بعضها، يقول والله انا عارف ان هو اتحرك من هنا واتحرك من هنا، انا مش عايز مركز دوران. فافترض ان هو في المره اللي اتحرك منها بس، اوكي ده مركز دوران دلوقتي كانه بيتحرك كله فوق، خلاص؟ وفي الحاله الثانيه افترض ان هو ما اتحركش من هنا واتحرك من هنا بس، حركه السنتر بقى هتبقى ايه؟ هتبقى فرق حركتين من بعض. خلاص؟ هل انا اول نوجد علاقات الفورس؟ انا دلوقتي لما شديت الجسم ده حصل فيه فورس فين؟ في الواير، في الواير اللي هو لافف كله ده، خلاص؟ فلما تقطع هنا كده الاقي هنا كده في اف، في عكس اف، في نفس الاف في الواير كله يعني. طيب هنا كده الاقي اف تحت، هنا نفس الكلام هنا الاقي اف كده. ماشي؟ فهنعمل الاول الاتزان. دلوقتي قطعت الواير زي ما كنا بنعمل كده في الاستريس اناليسيس، قطعنا كده وعايز اشوف دلوقتي الاثنين جنيه بتتعرض لفرصه خريطه كام؟ الاثنين جنيه اللي هم انا قطعت الواير هتبقى بتتعرض لكام؟ الاثنين اف على كل ضغط. ناس معايا بس ركز معايا متجاوب معايا. هلاقي ان الاثنين جنيه مالها بتتعرض لايه؟ الاثنين اف، ودي الاثنين جنيه لها دي بتتعرض لايه؟ الاثنين اف على اطراف الايه؟ فده اقول والله كل واحد الاقي ان 2 اف يساوي 2 جي في اكس 1، مش كده؟ من هنا كده يبقى اكس 1 بكام؟ عباره عن اف على كام؟ على كام؟ طيب تعالى على البولي الثانيه الاقي برضه 2 اف يساوي 2 جي في اكس 2، ومنها يبقى اكس 2 بتساوي كام؟ برضه اف على كام؟ على كام؟ خلي بالك العلاقات دي دلوقتي، أنا عايز بقى إكس واحد وإكس اتنين علاقتهم إيه بإكس أصلا؟ أنهي إكس اللي الكتلة أصلا بتتحرك بيها؟ تعالى هنا أنا دلوقتي دي بولي رقم واحد أهي، خلاص؟ دي بولي رقم واحد، هنفترض إن في هنا إكس كده سميها إكس سي، هو سماها في المحاضرات يعني سميت إكس سي اللي هو إكس كونكشن يعني، الحركة بتاعت الواير. طب ليه الواير ده بيتحرك والكتلة ده ما بيتحركش؟ عشان برضه الحتة دي مالها على سبريكنج. البولي اللي تحت اتنطت تخرى اتحركت مع الايه؟ مع الاسبرين. فيبقى هنا كده ادي الاكس سي، ماشي؟ وعندي هنا كده اللي هو حركه السنتر اللي هي المفروض تكون اكس واحد، خلي بالك المفروض تكون هنا اكس واحد، بس هنا هنسميها مثلا اكس واحد ايه؟ ليش؟ عشان جزء من الحركه مش هي الحركه بتاعتها، خلاص؟ طيب هنا كده هنا كانه بقى لغه دي، لغه دي بيتحرك بس دي اللي هي دي في انهي بولي معلش؟ دي في بولي رقم واحد. دي البولي رقم واحد، دي حركه البولي رقم واحد. خلاص؟ دي كده اكس اللي هو اللي الام بيتحرك بيها. الناحيه الثانيه هتبقى الاكس سي اللي هو الكونكشن بتاع الايه؟ اللي بينهم. ماشي؟ اللي في النص ده كده ده الاكس واحد، الحركه الحقيقيه. طبعا بما اني فصلت الحركات فالمفروض ان في النص ده ما يبقاش اكس واحد، ده احنا سميناه اكس واحد داش. خطوه من الحل. ماشي؟ في الحالة الثانية دي كأنك بتقول إن هو كأنه ما اتحركش من هنا خالص وبيتحرك من الناحية دي، يبقى أدي إيه؟ أدي الإكس، واللي في النص ده المفروض يكون إكس واحد، سميناه إكس واحد إيه؟ دبل داش. مش هو ما سلمش
هي ايه بقى؟ هو اتحرك من هنا بس المفترض لو كان ده نقطة بعيد كان يتحرك كده بس فكان يعمل كده طبعا دي مش حركة كان يعمل كده مثلا ممكن يبقى يعني يبقى ده الخط اهو ولو هنا مفيش برضه سبرينج كان يعمل حركة كان بيعمل دور روتيشن عادي كان بيعمل دور روتيشن في الشكل ده ادي السي تغير ويبقى الاكس زي ما كنا بنعمل مع البقر والواير اللي على البقر يبقى اكس بيساوي ار في سيتا ولا ار في سيتا لكن ده مش حاصل ده اللي حاصل ان هو دلوقتي السنتر ده نفسه بينزل والحته دي بتنزل والحته دي بتطلع خلاص واحد الشكل ده من هنا الواير بيطلع والواير من هنا بيتحرك ليه؟ عشان هو تحت في تحت سبرينج تحت سبرينج خلاص دلوقتي الحته دي الجزء ده طالع من الواير بيتحرك لفوق ومن هنا الواير بيتحرك لتحت فانا مش عارف السنتر فين بالظبط مش عارف فين سنتر الحركه انا لو عرفت السنتر والبوزيشن زي ما عملنا في الاولى هنسب كله سنتر والبوزيشن زي ما كنا نسميهم شويه دي بيساوي اوميجا فار او بيساوي 2 اوميجا فار لكن هنا دي ده شكل الحركه دي بتتحرك من الناحيه والسنتر نزل لتحت شويه ينزل تحت شويه عشان هو على سوسته لو كانت على سوسته ما كانش يعمل لي مشكله على الواير ما كانش يعمل مشكله لكن السنتر نفسه نزل لتحت شويه نزل تحت المسافه اسمها اكس واي والطرف ده من الواير بيتحرك لفوق ليه بيتحرك لفوق عشان البولي اللي تحت كلها طالعه لفوق اهي طالعه لفوق ليه عشان في حته بتاعها سبرينج خلاص انا الشكل ده هقول والله ما انا كاني الاول ما اتحركتش من هنا خالص اتحركت لفوق بس ماشي كده كده مركز الدوران ماشي وده بيتحرك في اتجاه واحد وبعدين افترض ان هو ما اتحركش من هنا واتحرك لتحت بس وحصلت الحركتين على بعض ده الحركه بس طيب من هنا كده تعالى اول ما نجيب اكس واحد بكام من الشكل ده كده ايه علاقه اكس واحد باكس سي زي بقى نصها صح؟ لان انا عندي ده ار وده ار فمن تشابه المثلثات على اكس 1 داش على ار انما اكس سي على 2 ار فيبقى هنا كده كام؟ هي كده تطلع اكس 1 بكام؟ اكس 1 داش باكس سي على 2 الشكل الاولاني طيب من الشكل الثاني ايه علاقه اكس 1 دبل داش باكس؟ اكس 1 دبل داش بكام؟ باكس على 2 هي اكس واحد بقى الحقيقيه عباره عن ايه؟ هتلاقيها عباره عن اكس واحد دبل داش ناقص اكس واحد داش ليه؟ ده ناقص ده ليه؟ هو طلع طلع واتحرك واتحرك فوق شويه اتحرك لتحت شويه وحصلته في الحقيقه ان هو ايه؟ الديسك ده نازل لتحت خلاص يبقى اللي تحت هو الاقل هو الاقوى في المعادله يبقى ده هيبقى ناقص ده خلاص طيب تعالى نطرحه هيساوي اكس على 2 ناقص ايه؟ اكس على 2 الكلام ده يساوي اكس 1 بضرب في 2 مثلا يبقى دلوقتي اكس 1 بيساوي كام؟ 2 اكس 1 بيساوي كام؟ بيساوي اكس ناقص ايه؟ ناقص اكس يعني كده ايه المعدل من البولي الاولانيه، البولي الاولانيه كده خلصت بتعرف تحسبها تعالى بقى على البولي الثاني بص بقى على البولي الثاني يمكن تفهم القصه دي احسن البولي الثانيه هتلاقيها بتتحرك كده انا هرسم بولي تاني بتتحرك كده بس ليه بقى؟ بص كده دي الحته اللي كانت متعلقه اصلا بالسبرينج صح؟ دي الحته اللي كانت متعلقه بالسبرينج اللي هي اتشدت اصلا بالمسافه دي اللي هي اسمها كام؟ اكس اكس جنيه اه تاني والطرف ده بيتشد طبيعي في الحال عشان في سبرينج فوق كل ما في الدور ده واتحرك معاه. اما انت ما حركتش ده من هنا خلاص هو الواير اصلا مش بيتحرك صح؟ اصبح الواير ده كانه بالنسبه لي ارض. وطالما ارض يبقى نقطه الارتفاع دي هي الاي سي. طالما عرفت الاي سي يبقى سهل ارسم بيها اي حاجه لان النقطه دي اتحركت بار يعني بريكس معايا اللي هي بتتحرك بقيمه الايه؟ الاثنين ار في الايه؟ في السبب. تمام؟ هنا انا اصبح سهل لان الاي سي اهو خلاص، لكن هنا ما كنتش عارف ان الاي سي موجود على القطر، بس انا مش عارف هو فين. لو انا كنت عارف والله الاي سي ده في مكان هنا والمسافه دي مثلا ار على 4 و 3 ار على 4 مثلا، فكنت خلاص كنت عرفت اجيب الاكسات دي كانت ريليشن مباشره. انما انا مش عارف فين هنا الاي سي اللي هو النقطه دي، مش عارف فين مركز الدوران، عشان كده عملت سوبر بوزيشن. انما انا لو عارف فين الاي سي خلاص ما انا هنسب الاي سي على طول من الروتيشن ما
طيب تعالى هنا كده ادي الاكس سي اهي مش كده الناحيه دي كانت هي الناحيه المشتركه بينهم ده الاكس سي وده الاكس بي تعالى كده يبقى الاكس بي بكام فالاكس سي لو كنت بقى اكس بي الاكس بي الاكس بي بيساوي كام يعني الاكس سي بيساوي 2 اكس بي صح تعالى بقى شيلها من هنا يبقى 2 اكس 1 هيساوي اكس ناقص 2 اكس بي لان كده يبقى الاكس هيساوي 2 اكس 1 زي 2 اكس بي هنقول ثاني العلاقه اللي احنا بندور عليها ان انا عايز اشوف الاكسات دي في معادله واحده مع الاكس كده على البولي الاولاني البولي دي البولي دي يا شباب انا شديت من هنا خلاص لو كانت هي على فصلة فصلة بتدور كان هيبقى ايه؟ كان هيبقى الموقف دلوقتي. هي على مفصلة بس كانت مفصلة نفسها بتنزل مع الايه؟ بتنزل مع الـ مع السبرينج. خلاص؟ لو كانت دي على مفصلة بس وانا شديت من هنا احنا اصلا عملنا حلينا مسائل قبلها كان فعلا ده كان في بولي اقول لك والله البولي هياكل واي اهو صح؟ واجي اشد من هنا فتلاقي البولي دي عملت كده. ادي سيتا واقول لك الاكس هيبقى الاكس بيساوي اب سيتا. ليه؟ ليه بتعمل كده؟ عشان انت عايز مركز الدوران اهو اللي هو في النص. طب هنا ده انا مش عارف فين مركز الدوران، ليه؟ لان دلوقتي مركز الدوران نفسه بيتحرك، مركز الدوران ده سرعته بصفر. صح؟ اي مركز دوران سرعته بصفر، فلو اتحرك ما يبقاش مركز دوران، في مركز دوران ازاي؟ هو بيتحرك اهو، خلاص؟ طيب اتحركت من هنا ازاح عمل ازاح هنا سميناها اكس واي. دي كانت مشكله ان السنتر نفسه بيتحرك. فاصبح مش هو السنتر اصبح مش هو الايه مش هو السنتر مش هو السنتر بتاعه خلاص فرسمنا شكل الحركه شكل الحركه اهو ان السنتر ده اتحرك بزاحه اكس واحد الجزء اللي جنب هنا اتحركت بزاحه اكس الجزء اللي فوق ده اتشد ليه اتشد لفوق عشان في تحت منه سبرينج ماشي ماشي فعمل فبقى عندي ثلاث حركات هنا اكس واكس واحد واكس اجي على البولي الثاني هلاقي البولي الثانية بتتحرك ازاي؟ اصبح ده عشان ما بيتنطش اصلا كانه مركز دوران والدايره كلها كانها بتلف لفوق كده خلاص البولي كانها بتلف لفوق فاصبح ادي الاكس سي ادي الاكس 2 والنقطه دي ما اتحركتش خالص ماشي؟ فبقى ده شكل الحركه بتاعت البولي الثانية ما كانش اصلا ما كانش اصلا هيبقى فيه هنا حركه بقى خالص ما كانش لا يتحرك كان هيبقى دوران بس هو دلوقتي الواير اللي هنا مثلا هو مثلا واير ما بتنطش فلما شد الكل ديت مش هتنزل معايا ده هتطول هتطول هو في مكانها بس خلاص فبتلاقي بقى الحركه اللي تحت هنا بس بتتعامل بقى مع ساعتها تبقى الاكس بتساوي اكس سي كان ساعتها الاكس بتساوي اكس سي بالظبط والاكس سي بقى هنسيبه هنا كان الاكس سي هيساوي برضه 2 اكس 2 و7 على طول بال 7 على طول مع اكس 2 ماشي يعني كان ممكن بنلاقي ضعف اكس مثلا نص اكس على طول مفهوم الكلام ده ولا هو كده اخر المساله خلاص بس انت ما تنساش على اخر المساله دي بس خلينا بس الكلام ده فاهم لا انا فاهم والله اولا بنعمل اتزان بنعمل اتزان بين السبرينج وبين الفورس ركز معايا بنعمل اتزان بين السبرينج وبين الفورس ماشي دلوقتي قلنا ان في فورس واحده في الواير صح هو واير جسم واحد ماشي فانا دلوقتي لما شدت من الكتله هنا نشأ جواه فورس الفورس زي ما احنا رسمناها كده وبتبدا تقطع فتلاقي دايما الفورس في اتجاهين ايه عكس بعض فلقيت ان السبرينج دي اللي اسمها هنا اثنين كيديات على اثنين اف عملنا الايه في البولي الاولانيه كانت 2 اف بيساوي 2 جي في الاكس 1 وهنا طلعنا ان اكس 1 بيساوي ايه؟ اف على جي. البولي الثانيه لقينا ان اكس 2 جي بيتعرض برضه ل 2 اف. خلاص؟ يبقى برضه لقينا ايه؟ ان 2 اف بيساوي 2 جي في اكس 2 اكس بيساوي اف على جي. انا بقول ان دي اخر مساله ومش بقول دي اخر مساله. ده لسه هنكمل سنفرنس. ماشي يعني نكمل بعد كده. ماشي يا هندسه خلاص الاتزان ده طيب بعد كده قلنا ان البول الاولاني فيها مشكله ايه المشكله بتاعتها ان انا مش عارف فين مركز الدوران
عارف ايه مركز الدوران. فبدأنا نعمل السوبر بوزيشن. السوبر بوزيشن نقول والله الكوره دي في الحقيقه اتحركت ازاي؟ ان السنتر بتاعها اتحرك من تحت اتزحزح لتحت مسافه اكس بلون. والطرف ده من الكوري اتحرك ازحل تحت اكس مع الايه؟ مع الماس. والطرف اللي هنا اتشد لفوق باكس سي عشان في حرك عشان الكوري اللي تحت منه برضه يتحرك. خلاص؟ طيب الشكل ده انا مش عارف اتعامل معاه. ففصلناه لحركتين زي ما كنا بنعمل مع الجنرال موشن كده اول انه عمل ترانزيشن الاول وبعدين عمل روتيشن. فتخيل للحركه نفس الكلام هنا هنتخيل هنا ان هو ما اتحركش من عند الكتله خالص ما اتحركش من الطرف ده خالص اتحرك لفوق بس اتحرك لفوق بس مع الايه مع الاكس سي ده بقى شكل علاقه كده. وبعدين جينا هنا تخيلنا ان هو ما اتحركش من لحد خالص واتحرك لتحت شويه. الحركه الحقيقيه هي محصله الحركتين دول مع بعض. محصلتهم كايه؟ كطرح عشان زي ما قلنا في الاخر ان هو في الحقيقه بينزل لتحت مش بيطلع لفوق. فيبقى اللي انا حسبته لتحت ناقص ان انا الحركه انا تخيلتها لفوق. ماشي؟ طيب تعالى هنا ده بقت سهله بقى ليه؟ لان انت دلوقتي افترضت ان ده مركز دوران يعني مثلا. مركز دوران فسهل تنسب له اي حركه. فاصبح النقطه دي اللي هي اكس واحد بتساوي مثلا بتساوي ار في سيتا مثلا اكس سي هيساوي 2 ار في سيتا. ومنها هيبقى اكس بيساوي كام؟ بيساوي كام من اكس واحد؟ 2 من اكس واحد. طيب الناحية دي كأنك بتخيل ان ده مركز دوران يعني هنا وكده هقول هنا ده مش ده السي وراه دي اكس واحد كأنها بتساوي ار في سي اكس سي اكس سي بتساوي كاش اكس سي كأنها ايه؟ كأنها 2 ار في سي. عشان كده هنا قلنا ان اكس 2 ماله؟ 2 من اكس واحد. طيب هنا بتتخيل بقى ان هو ما اتحركش لفوق خالص اتحرك لتحت بس واصبح ده مركز دوران دلوقتي. طيب اصبح دلوقتي ان اكس اكس بتساوي كام بقى دلوقتي؟ بتساوي 2 ار في سي والاكس واحد دبل داش دي بتساوي ار في سي. ومنها قلنا ان الاكس عباره عن ايه؟ ليه بقى الموضوع اسهل؟ عشان احنا تخيلنا ان هو بيتحرك في اتجاه واحد فبقت النقطه الثابته دي هي مركز دوران. ادي كل القصه انا وصلت لمركز الدوران. ماشي؟ فراحوا دول من بعض. وانت واضحين ده انا بقى هنا اخد اقول اكس واحد اكس واحد داش عباره عن نص الاكس سي اكس واحد دبل داش عباره عن نص الاكس من الحركه الثانيه وان الاكس واحد هي دول مطروحين من بعض. فوالله طلعنا علاقه هنا هذا بقى خلاص 2 اكس واحد بيساوي اكس بتاعت الماس ناقص ايه اكس. رحنا للبول الثاني البول الثانيه لقيناها اسهل. ليه اسهل؟ لان في نقطه انا عارفها بالفعل انا عارف مركز الدوران بالفعل اللي هي النقطه دي. ليه النقطه دي؟ الواير نفسه اصلا مش بيتمط. الواير نفسه مش بيتمط. تمام؟ فاصبح النقطه دي سرعتها بصفر. فالجسم ده لما شده خلي بالك المفروض برضه ان انا عشان دي النقطه دي تتحرك بس على يتحرك مع السبرينج. طبيعي برضه ان دي لو كانت خلي بالك لو كانت دي مفصله بس كده ما كانش فيها سبرينج. فلما انا هتحرك لو مفيش سبرينجات اصلا مش هيتحرك خالص. ليه؟ الواير اصلا مش هيسمح له انه يتحرك. هو الواير ده مش بيطول وبيقصر. بالظبط هو ريجن. مفيش ستيفنس كان يتمط من كل ناحيه. هو مش بيتمط اصلا. خلاص؟ امال ليه انا مديله هنا اكس سي؟ الاكس سي ديت مش معناها ان الواير اتمط، ده الواير اتحرك عشان اللي تحت منه اتحرك. عشان تحت منه السوسته طلعت معاه فهو اتحرك مع السوسته اللي طالعه من تحت. اما اجي على البوي دي هيبقى دي النقطة دي مش بتتحرك، الناحية دي مثلا اللي بتتحرك والناحية اللي انت كمان اتحركت معاها عشان من ايه؟ عشان من ده. فبقى الموضوع اسهل. ليه؟ يعني مركز الدوران اقدر انسب اي حاجة لمركز الدوران. يبقى الاكس سي هنا ب 2 في ار في سيتا والاكس 2 بايه؟ ب ار في سيتا. من العلاقات دي احنا ايه؟ طلعنا ايه؟ طلعنا الشكل ده ان 2 اكس 1 بيساوي اكس ناقص ايه؟ 2 اكس 2. فطلعنا انا الشكل النهائي ان الاكس بيساوي 2 اكس 1 زائد 2 اكس 2. هنكمل لسه المساله. ان انا عارف بقى ان اكس 1 بكام؟ بيف على كده وان اكس 2 برضه بيف على كده. طب معوض كده يبقى ادي اكس 2 اكس 1 اللي هي بيف على كده زائد اكس 2 اللي هي بيف على كده. يعني الكلام ده يساوي كام؟ 4 اف على كده. 4 اف على كده. الاف دي اللي هي الفرصه الحقيقيه اصلا اللي هي كانت جوه الواير اللي هو كان رد فعل الوحيد. والاف والاكس دي كانت هي الحركه الحقيقيه اللي هي المحصله اللي هي عند الايه؟ عند الاسبرينج. لو انا قسمت
الاف اللي هي تعتبر الاف التوتال بتاعتي على الاكس اللي هي اصلا الاكس ايكوبمنت بيديني ايه؟ بيديني كيو ايكوبمنت مش كده؟ بس الاف الاولى اللي اصلا القوه الوحيده اللي موجوده جوه الواير على الاكس الحقيقيه اللي عند الاكس الاف على الاكس هيكون ده كي على 4 اي كارد هنشتغل ازاي كي على 4 يبقى ده كي كلها مع بعضها بكام على 4 طالما انا وصلت هنا يبقى انا اقدر بقى لو انا بشتغل بالايكوفالنت ميس الكوفرنت بس بالتأكيد من أول كده بيقول اللي كيو كان هو الإكس يبقى أنا عايز إم كوفرنت في إكس لو دوت كي كوفرنت في إكس هيساوي صفر كي كوفرنت خلاص أنت وصلت لها والإم كوفرنت هي أصلا كتلة واحدة وتتحرك بمحور الحركة اللي أنت عايزه فأنا خلاص هيبقى إم في إكس لو دوت زائد كي على 4 في إكس بيساوي صفر لو أنا شغال إيه؟ لو أنا شغال بطريقة الكوفرنت كده لو أنا جبت الكي كوفرنت طيب أنا مثلا عايز أشتغل بنيوتن دلوقتي فرض ان الدكتوره قالتها وقالت ان احنا الشرط نعمل ايه؟ بس هدي وقتي عشان بس اكتب هنا نيوتن في نيوتن انا برسم الفيليبل ده يا جماعه مش كده؟ ادي الكتله ادي الكتله اللي عندي ادي الام دي اللي اتحركت باكس من هنا وتعرضت بس الرد فعل قيمته كام؟ قيمته اف طيب والله اقول انا طب انا كده ما بسميش ان الاف بيساوي الام في الاكس بالظبط او الانيرشيا بيساوي الاكسترنال فين الانيرشيا؟ ام في اكس الفوت ما فيش غيره فين الاكسترنال اللي هي اف اللي هي سالب اف يعني هنا كده ام في اكس الفوت زائد اف بيساوي صفر والاف بقى هو انا اقدر اجيبها من هنا من العلاقه دي الاف من هنا هتبقى عباره عن ايه؟ كي في اكس على كام؟ على 4 وهو كام في اكس الفوت زائد كي على 4 في اكس بيساوي صفر قلت برسم فيه فورس والفورس اصلا انيشال واكسترنال الاكسترنال هو الرد فعل الواي رد فعل الواي بقى تضمن جوه كل السبرينجز اللي هي اللي سماعه في الباور خلاص وادي الايه وادي طب انا مثلا كنت عايز الانيشال انا كنت عايز مثلا انا ما كانش في بالي ان انا ما كانش في بالي ان انا لو قسمت الاف على الاكس هيديني كي وعايز اكسبها بالطريقه العاديه خالص ان انا اقول له السوس الاولاني كذا يبقى نص كي في الاكس بتاعت سكوير زي نص كي في الاكس سكوير الثانيه وهكذا عاملها ازاي؟ والله هي بسيطه برضه ليه؟ لان انا دلوقتي جبت قيمه الايه؟ قيمه الاف من هنا صح؟ تعال اعوض بالاف هنا كده الاف بكام؟ بكي في اكس على 4 يبقى كي في اكس على 4 على كي كمان هنا يبقى كام؟ اكس على 4 تعال هنا نفس الكلام في كي اكس على 4 يبقى انا عارف ان اكس 2 بكام؟ اكس 1 بكام؟ على 4 تعالى انا عايز اجيب الكوفرنت بقول نص كي 1 اللي هي بتكون كي يعني بتكون كي في اكس 1 سكوير زائد ايه؟ نص 2 كي في اكس 2 سكوير الكوفرنت اللي انا عايزه يبقى نص كي كوفرنت في اكس سكوير هيساوي نص 2 كي اكس 1 بكام؟ في اكس على 4 يعني كام؟ يعني اكس تربيع على 16 صح؟ زائد نص 2 كي في اكس تربيع على كام؟ على 16 والمقصود اهي والمكسات اهي خلاص ويبقى 2 مع 16 يبقى 8 2 مع 16 يبقى كام؟ 8 تجمع ال 8 دي يبقى 2 على 8 بكي على 4 يبقى كي كوبرنت هيطلع بكي على 4 يبقى ده انا عايز احل بالانرجي عادي لو انا عايز احل بالكوبرنت على طول جيب بالي ان الاف على الاكس هو بكي كوبرنت او لو انا هنا بنيوتن بالشكل صح يا عشوائي؟ نعم ممكن اطلع مساله من المحاضره نفسها وطبعا دي المساله بتاعت الشيت هي المساله بتاعت الايه الشيت هي دي كانت دي لمناهم تقريبا نعم دي لمناهم دي لمناهم تقريبا لا لا احنا حتى طلب بقرار دي طيب بس هي تطور المساله اللي هي بتاع برضه انا بقول دي لما هو
دي لما الفكر دي شبه الحرب. ايوه طيب شوفوا لو انتوا يعني ما يعني زبروها لو هو مش مفهوم ممكن نفكرها في كنترول بس لسه بس لسه كنترول نكمل علشان احنا اصلا المفروض كنا النهارده ناخد ساعه زياده مره ساعه زياده عشان الريسبونس خلص الدوره خلص يعني المره اللي جايه خلصوا معاها الثالثه والمره اللي بعدها المفروض هتدخل بقى في حاجات جديده بتاعت المود اللي جيتوا ما خدتوهاش اصلا قبل كده فهيبقى الموضوع بالنسبه لنا ازمه كده مش هنلاقي مش هنلاقي وقت فبس اشرحكم مساله كمان مساله كمان بس نشوف كده المساله اللي هي رقم طب ما بلاش مساله بقى نخش على الكبير يا عم مش حلو مساله رقم 18 و 19 كده هم قريبين من بعض خش يلا خش Thank you.
كده هيبقى فيه ام جي اتش صح؟ خلي بالك هو راسم ام جي في كله، هو راسم ام جي في كله، واحنا قلنا بس ان الام جي موجود لكن تاثيره هو اللي ايه يعني تاثيره ده من المعادله، مش معنى ان هو جاب ام جي في المساله ان انا لازم اتخلى، او لو انا كتبتها فلازم اكتب قصادها الرساله دي، والام جي هو اللي تاثيره اختفى مش الام. في دفعه قبل كده بيقول لي هو ازاي الكشري لو كشري في النهايه فيها ام احنا عاملين رد، هو الام لو اختفت يبقى جسم اختفى اصلا، مش بتكلم عليه القوه اختفت تأثير الوزن هو اختفى قصاد الميكروسكوب. طب هنا عايزين نحلها بالاكويفلنت بره عشان خالص. هقول برضه الكيو بتاعي مثلا ماشي. عايز برضه يبقى جي اكويفلنت في سي مظبوط. زي الكيو توصل في سي كام؟ تعال كده اجيب جي اكويفلنت احط ايه؟ يبقى انا كده نص بقى جي اكويفلنت سي دبل سكوير هيساوي هات بقى سمشن الكلاتيك انرجي هي كتله واحده هو مش ميلي كتله للايه للرد نفسه ميلي كتله بس كتله مركزه جوه من دول بقى يبقى نص جي دبل سكوير ويبقى جي دي بكام؟ نص برضه ام يبقى جي سكوير 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 معلش اي حاجه. تعالى بقى على البوتنشال، تعالى على الكيب كوبلنت تورشنال عايزين نجيبه فنروح ايه؟ بوتنشال انرجي كوبلنت تساوي سمشن بوتنشال انرجي كوبلنت وانا شغال على سيتا يبقى نص كيب كوبلنت تورشنال تيتا سكوير هيساوي ايه بقى اللي بوتنشال انرجي هنا؟ السبرينج والمسكن ليه؟ عشان هو في الوضع الفيرتيكال ده هو وضع الالتزام بتاعه اصلا ما كانش مأثر على السبرينج فدلوقتي الام ده كده وهو نازل كده من فوق عمل ام جي اتش او عمل عزل ايه؟ هو كان الاصل بتاع كان ضيق الاول كان الوضع الاكوليبريم بس لان كان الوضع اصلا كان جدا بس هنا دي لما بدات اتحرك ماشي؟ فيبقى هنا كده الكلام ده يساوي ايه؟ يساوي نص كي في الاكس اللي هي اتحركتها سكوير زائد ايه؟ طب زائد ده ولا ناقص؟ اثنين اتش بتاعي عشان الكلام ده هيساوي هي هبان اكتر للمقص السالب دي في العزوم اللي احنا شغالين بنيوتن كنت هتلاقي بقى العزم ده بيتحرك ازاي مع الايه؟ مع كنت هتلاقي اصلا بيتحرك مع السيتا بجانب الموجب ويروح الناحيه الثانيه من المعادله بقى يبقى بالسالب الكلام ده هيساوي نص كده الاكس ده هتساوي كام؟ هتساوي ايه؟ الايه دي فين؟ الايه دي اللي هي فايه سكوير ست سكوير واخدين الاكس ناقص ام جي الاتش بقى بكام؟ مش شوف هنا بيقل على طول مش بيقل على اثنين ولا بيقل على اربعه لان ليه بقى؟ لان باخد مسافه مركز دوران لحد مركز صفر مش مهم بقى المسافه دي بكام؟ مش لازم احفظها بيقل على اثنين او بيقل على سته لا شوف على المساله في الواقع طلع بكام بيقل وضرب في كام؟ في على كام؟ على اثنين يعني كده الكي دول الاوبشنال بكام؟ كي في سكوير ناقص ام على الثاني ام جي بس عشان الاثنين على مع بعض خلاص المساله اللي جنبها زيها بالظبط مع الفارق ايه الفارق بقى؟ ان الوزن ماله؟ لا عشان تقف فيبقى نفس الكلام بالظبط بس هتبقى بالايه؟ عشان هو راسم الوضع الاساسي هام السي السي ده لما بدات تتحرك ده الاستيرنس هو هام كده الرد هو كده لو هو شال السوسته ولا غلط هيشدها بضغط ايه لما يبدا يميل لما بدانا نميل كده الفايبريشن بس لما بص على الجسم قبل الفايبريشن ما يبدا لقيته ما بيأثرش على السوسته يبقى ما عملش سادي فليكشن طالما السادي فليكشن مش موجوده يبقى الوزن موجود موجود بقى لو انا بحل بنيوتن يعمل لي عزل لو انا او يعمل لي ام جي اتش طب الام جي اتش دي بتبقى موجب او سالب على حسب نسبه الوجع ولا نسبه يعني هو هو لما رسم السالب ده كده ديفيشن كونديشن نت اكزايت يبقى انا بس اشتغل قبل ما يحصل يبقى ده يحصل
مسائل البولي دي لو هي لسه فيها مشاكل المره الجايه كانت فيها ايه.